يعني عملية عظيمة. هلا وشوكولا كمان. عن جد. هلا اللي عم يحضرنا عن جديد ما رح يعرف هيدي شو، رح فكرها بسكوي فيها كريم او شيء. عادية. مش عادية ابدا. بس هيدي فيها راحة وراحة شغل البيت. شغل البيت هيدي. هيدا الشيء الأهم. هلا نحن رح ندوق شوي بس ما كثير بدنا ندوق انا وياك كاتيا لانه هلا قولي لي ليش بنسميها راحه؟ ايه الليله عنا مناسبه رح ناكل كثير حلو، رح ناكل كثير اشياء حلوه. اكيد في عرس زميلتنا اللي بنحبها كثير عروستنا تاتيانا، تاتيانا عم تحضرنا هلا بنوجه لها تحيه. ما بعرف كيف فاتي تحضرنا هلا. ما هيدا هي انا قلت الصبح بتكون ملحقه، تري هي لا وعيت على مهلها وهلا مخلصه بلشت عم تحضرنا بلشت هيدا زمان مبلش. هيدا بيقولوا له شغف بالشغل. ايه صحيح. هيدا شغف بالاصدقاء. بقى بنقلها لتاتي مبروك سلا ورح نشوفها قريبا. ايه والطقس كثير حلو وكله تمام. ونحن ما عم ناكل كثير حتى ناكل عاطرين العشيه. وتمرنا شوي رقص قبل شوي وكله تمام. شو شار مصر تدوقنا مع الشوكولا؟ لا فينا بلا شوكولا، رح نحط كمان هيك اذا بتحبوا. ايه بتعرف انا بدوق بلا ولا شيء. ايه انا بدوق هيك حبة زفتورة. وإذا بدكم فينا نعمل بلا شوكولا. أنا هيك. صغيرة. رح أقطعها. ما في شيء صغير هيك. هيك هيك الكل بيقطعها. بعتقد هودي مش فينجر فود. كثير طيبة. رائع. بدي أدوق مع الشوكولا. أها. انا زعبرت ودقت قبل شوي ولقيت انه بتحرز، يعني انه شغله مثل اللي بتقول بشتريها يعني لشو بدي. لا غير شيء، غير نكهه، غير طعمه، غير ملمس، غير شيء، غير اكسبيرينس. هلا الثانيه عملناها مع انه بالنهايه سكر يعني، بس انه غير شيء يلي كنا عم نغليها قبل شوي اللي عملناها هلا هون على الهواء. خلصت نزلناها يا حيه. هلا اكيد ننطرها لحتى تجمد لتسقع، بدها تقريبا نتركها برا اكيد مش بالبراد، نتركها تقريبا 12 ساعة وافضل 24 ساعة من نهار للتاني. هيك اذا الاولاد ما صاروا. ايه هيك بدك ما يعرفوا فيها. ايه اكزاكتلي. هيك بتجمد مضبوط، بنرجع بنرش سكر الميلانج اللي هو سكر ونشا، بنرشهم على وجهها وبنرجع كمان بس نقلبها على ظهرها، بنرجع بنحط كمان سكر ونشا، بنقطعها كمان بنرجع بنخلطها كلها بالسكر ونشا حتى الاطراف كمان ما يرجعوا يلزقوا. و يعني اكثر مثلا حتى على وجه المهلبيه مثلا كثير طيبه. لا لا مضبوط مع الايس كريم، مع نفس النكهات مع الايس كريم، مع الفانيلا ايس كريم. اذا بتحط اذا بتعملي سحلب بتحطي الصبيان. ايه اذا بتعملي سحلب ايس كريم بتحطي مع منهم لكوم، بتقطعيهم شقف صغيره بقلب اللكوم بقلب الايس كريم بتطلع كثير طيبه، لانه نحن في مرات بندوق بوزه على لكوم بس بيبقى اللكوم فيها كثير قاسي. صح. بس انا طبقه على وجه المهلبيه هيك هيك تصور. يعني اكله رخيصه وشعبيه. صح. بس بتجنن وحلو الواحد يعملها بالبيت. صح. ميرسي شارل. باك تو سكول يعني. باك تو سكول. باك تو سكول للبيت وللاهل كمان حبايبي. والعوده للطفوله كمان. بعد هالفاصل في بوكس مكافين مع الايف وباقي فقراته.